بارك الله. هاي 10000 ريال الفيزا اللي راه دايزه في العيد، راه فايته 2 8500. قال لي 85 ونسحب انا 85 ألف. خلعني جود في تاكل الفطار، خلى متاكل فيها الثمن المناسب 16000 ريال ونص ليطر. بارك الله. تنية دايزه العيد. تنية بارك الله. تنية ها باش تعرفوا التنية. هاي ها 10000. هادي اتمرم شويه الله يهديك يا وين نعطيك باش نحليك الباب. تخوف انت نسد كلها. هذا الخوار كما كتشوفوا تنتواجدوا الان بالسوق ديال تيكلفت في الرحبه ديال المعز. منطقه ديال تيكلفت معروفه بالمعز ديال البلدي اللي تيرعى في المناطق الجبليه هنا، وخصوصا هذه البلديه هذا الكحل. ونشوفوا كي داير الاثمنه هنايا في السوق. السلام عليكم، شحال الثمن ديال هذا؟ مازال الله مازال. شحال تطلب فيه؟ 20. 20000. بارك الله. وهادو؟ هادو 18. 18 الوحده وهذا 20. بارك الله. هذا ب 20000 راه مخير. مهرس ثنايا هذا؟ اه مازال. سنا الحليب؟ اه مهرسه. مهرس ثنايا دايز العيد هذا؟ ثنين. دايز العيد هذا؟ بارك الله. ب 20000 ريال. واش جديد تبارك الله، راه مليح. الله يسخر ليك. شحال الثمن ديال هذا؟ 14000 ريال. 13000. 13000. 13000. اه 13000 والله يجعل البركه. مخير. ديال المنطقه ياك؟ أيه. ديال هنا تبارك الله. ديال من هنا. والله ب 13000 ريال. الماعز الناس تيبغوا الماعز في العيد. تيقول لك انا ما تناكلش الحولي وهذا، الماعز موجود تبارك الله في تيكلفت موجود. شحال الثمن ديال هذا الخير؟ شحال تطلب؟ ها؟ سمعتكش؟ لا 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 10000 ريال 500 درهم. الله يسخر لك. اه معزه؟ معزه الله. شحال كتطلب فيهم؟ كتطلب فيهم 22000. 22000 الوحده. بارك الله. 22000 ريال بحال 1100 درهم. الله يسخر لهم. 23000 لا عطاو 500. ها الواحد 23500 ريال. صور سعيد. شحال سعيد باش تفعلوا؟ 26. 26 مزيانه. كاين الماعز موجود فيه؟ موجود في تاك الفطار، خلى تاك الفت فيها الثمن المناسب. الحواله كاين ب 60، 62، 64، جديان 32، 25، الخرافات ما بين 50 لتحت. شي حاجه مليحه كاع ما وصلت. جدير الخرف الماعز راقينا. هذوك جدير واحد الماعز راقينا حتى ل 18 19 كاين حتى ل 15. ولكن السنه دابا تني. لا ماشي مشكل، تسنى الحليب ماشي مشكل. لا في الذبيحه لا، على حسب الشهور. غير يفوت 6 شهور الفوق ياك. غير يفوت 6 شهور. لا الغلمي ماشي الماعز. الماعز لا لا المعزي العام ياك. المعزي العام. المعزي 6 شهور. قول خير الخير موجود عندكم هنا موجود. وشي غيعيد هذا العام. الناس غير يجيو. واخا الناس غادا. الله يستر عليكم. انتم وقفوا مع الناس هنا باش ما يطلعوش السوق بزاف بحال العام الفايت. كان العام الفايت واحد الثمن والناس بدات تجي لهنا السوق. جاوا الناس برانيه كيضرب الطريق مسكين. جا زادوا عليه 500 700 درهم في الخروف. لا بلا ما خصو. لا بلا ما خصو يسول ويمشي للرحبه ويسول الناس. ماشي غير لكن دابا اللي تيمشي للكوري تيقول لي راه الكسيبه غاليه صافي. لا انا اليوم جيت داكشي عجبني. الثمن اللي شفت مزيان في الرحبه الثمن مناسب زعما الصراحه. كلشي غيعيط. والكسابه بيناتهم ما كاينش راه الكسابه بيناتهم. المهم كلشي غيعيط الصراحة. شي ثمن خيالي باش نقول لك واش كاين شي ثمن خيالي في الكسيبة؟ راه ما كاينش. كلشي بخير الحمد لله. كلشي بخير الحمد لله. المعزي من 15 حتى 30 غادي شي حاجة مليحة. بارك الله عليك. وسمي يقول الحوالة من 75 80 لتحت. منين بادين الحوالة تقريبا؟ الحوالة بادين من 40. 40000 40 42 44 50 راه غادي شي حاجة مزيانة. خيرة كاع. خيرة. شفت شي خرفان تبارك الله بكذا 50 والله إلا كبار. خوتهم أنا شفتهم في سواق أخرى تباعوا بشي ثمن. واو واو بزاف 80000. اودي المهم راه كلشي غيعيط. تنطلبوا الله غير السلامه. اش تقول للناس اللي بغا يجيو عندكم لتيكلفت؟ واه تنقول تنطلبوا منهم اسميتو المهم راه الخير موجود. يجيو عندكم. يجيو لعندنا مرحبا بهم. حنا نبيعوا لهم الحواله
في الثمن المناسب. ما تزيدوش عليهم. ما نزيدو ما نقصو. بارك الله عليك. الله يعطيك الثمن المناسب وصافي. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. الله. شحال تطلب؟ الله الله نطلبوا رحمتكم مجموعة المؤمنين. مازال ما عطاوكش. مازال ما عطاوكش. ولكن شحال يجيبوا بحال هذو؟ شحال يديروا في الثمن؟ ما عرفت والله ما عرفت اخويا ولا محران دخلتي ما عرفت. محران دخلتي؟ محران دخلتي ولا ما عرفت. الله يسخر ياك مازال ما عطاوش. اللهم امين. الله يجزيك. ما بغاش يقول تا هو بغا تا يعطيوه الناس. ايوا داك الشيء اللي. 10,000. اغادي تمرم شويه الله يهديك. واش بغيتي نسد؟ يا وين نعطيك باش باش نحل لك الباب؟ تخوف من تنسد كل. لا صاحبي شتا انا 10,000. واخا تقول لي. خديني خدي. واخا تقول لي يلا فلوس فلوس. فلوس كاينه. فلوس كاينه ما قنعت. شحال بغيتي؟ وشوف وشوف. شوف فوق الدراهم. وشوف فوق 20,000 تطلب فوق 1000 درهم هاك والله يعطيك الصحه صافي هادشي بغينا نعرفو. اللهم امين اللهم امين. من البلاصه هادي واش مرقد؟ هذا مرقد ديالي انا رقيت. انا رقيت تبارك الله انا رقيت راه عندهم معزين. وايه تاياك اش ياكل تا والد؟ قولوا تاكل يا وايه تاكل تا والد. هاك وياك الله يعطيك الصحه. قول تا يا شتي رانا عارف المنطقه راه تناكل اللحم ديالهم. بارك الله. حساب الله وصافي. الله يسخر لك الامور الله يسخر لك الامور. اللهم امين اودي الله يصدق. المعز تبارك الله ديال الجبل موجود شحال اخويا الثمن هنا؟ 16,000 جملة؟ لا الوحدة 11 واحد 11 واحد 21 هذه 11 قلتي؟ عطونا 16,000 ريال وهادو 21 بارك الله هاد الجوجات اللي 21 اجي رجع عند خوتك رجع عند خوتك بارك الله الله يسخر الامور الله يسخر ليك المعز قال لي تفقد المعز موجود تبارك الله موجود الخير قالك المعز ما بقاش باقي الحال ها هذا الله الخير باقي الخير باقي الخير جدير ب 20,000 يعيدوا يعيدوا تشهر الخير ان شاء الله باقي تشهر الخير باقي الخير في الجبل باقي الخير في الكره عبنا لم تيهضر ها عبنا كيهضر شحال الثمن عالية ها؟ ايوا 22,000 22,000 ريال ديال الجبل ايوا الجبل ياك ايش من بلاصه؟ منين؟ انا رقيت تبارك الله 22,000 فايتين الثنايا هادو مهرسين الثنايا مازال سنان الحليبة كاسرين بارك الله سنان الحليبة اللي تنصحب انا جا بارك الله الله يسخر الامور السلام عليكم هذا هو راس السوق ياك ها شحال الثمن ديالك؟ 33 عطاوك 33 ما قنعتيش بها؟ مازال ما قنعتش تبارك الله شحال تطلب فيه؟ 40 40 تبارك الله كبير شحال هذا؟ عطاوني 33 باش يعجبوني الناس هنايا في الجبل ما كاينش داكشي ديال الكذوب قليل اللي تتلقيه عاد تيبغي يدخل شي حوايج اما الناس تيقول الحقيقه داكشي اللي عنده تيقول ها اللي عطاوني ها اللي كاين ها باش بغيت هذا هو الاغلبيه راه الكسابه اللي كاينين هنا راه ما كاينينش الشناقه قليل تلقى شي شناق جايب شي بلاصه وسيدي الله اش داير في السنان هذا؟ جامع جامع تبارك الله هذا راه يعيد ديال العيد دايز في العيد دايز دايز تبارك الله هي باش تعرفوا بان الماعز راه سنان الحليب راه ما تيكونش دايز بالنسبه اللي باغي يعيد تيذبح معاه واحد الخروف الا بدا سنان الحليب ولكن من الاثنين الفوق دايز في الضحيه ديال العيد ثنايا الفوق هادشي اللي تبارك الله الله يسخر لكم الامور الماعز تبارك الله راه موجود في السوق كاين الخير شحال الثمن ديال هادي؟ 42 هتروس هذا؟ معزة 42,000 ريال معزة هادي تبارك الله كبيرة تبارك الله هاي الوزن الله يسخر له الأمور خويا خويا لا ترس 11,000 ريال تبارك الله هما ب 11,000 معز هادي معزة معجة شحال الثمن ديالها؟ 85 هي ولدها؟ 85 شوم عليك والله الا 8,500 قال لي 85 ونسحب انا 85,000 خلعني هاك 8,500 عندكم هذا الحساب بشكل ما فهمت خلعتيني انا راه 85 بنهرب فهمت الله يعطيك الصحة يا سيدي 8,500 تبارك الله الله يسخر ليك السلام عليكم شحال هذه؟
16000 ريال ونص ليطر. بارك الله فيك. تنيه دايزه العيد. تنيه. بارك الله. تنيه. ها باش تعرفوا التنيه. ها قلع جوج. هذه يلاه قلع جوج سنينات. كي داير السوق ديال تيقلفت مزيان؟ يلاه يا البركه. كاين شويه ديال الرخاء كاين؟ كاين الخير موجود الخير موجود. ياك؟ موجود عبد الله. اسيدي يعني باقي الناس بحالكم راه مزيان راه باقي الخير. الله يجعل الله. بارك الله عليك الله يحفظك.